الراديو 90 90 هواها مصري. طبعا خلينا بقى نروح للخطوبة ونرجع للفيلم تاني. شفت ازاي بقى استقبال الناس لخبر الخطوبة على السوشيال ميديا؟ والله الأغلبية الناس كانت مبسوطة جدا. وفي فيديو انتشر لي من شوية في الحاجات الكومنتات اللي كانت بتيجي. في كومنت انت قلت ان قالك الجوايز الجاية امتى؟ انت ردك على الكومنت ده ما حسيتش ان هو ممكن جزء من جمهورك يزعل؟ ولا حد جمهوري انا؟ لا مش هيزعل. يزعل ليه؟ يعني في الاخر لما حد بيسالك في حاجه خاصه جدا بقله ادب. لا انا بني ادم وانت بني ادم. هتقل ادبك ليه؟ انت ما بتعملش بلوك؟ انت بترد؟ طبعا ارد. اصل انت هقول لك حاجه، انا بني ادم وانت بني ادم. انت انا شغال ممثل وانت شغال في بنك، بس مشاعرنا واحده. انا لو كلمتك في حاجه زي دي انت برضه هتتضايق. بالظبط. فبدل انت دخلت في المنطقه دي استحمل. لكن جمهوري هيزعل مني ليه؟ ده بالعكس الناس بتخش تدافع عني. فكره ان انت قلت انا كان ممكن ارد اقول مثلا لما امك تطلق او ساعتها هيبقى الجو تاني او كده، ما حسيتش ان ده ممكن بعض الجمهور يحس انه طريقه اجريسيف شويه؟ خالص. هو محدش ليه عندي حاجه غير شغلي، وغير ان انا راجل في حياتي اصلا محدش بيسمع عني فضايح ولا بيسمع عني حاجه وحشه، وعمري ما باذي حد ولا بعمل حاجه وحشه في حد. فلما الناس بتبقى متجرأه على السوشيال ميديا اللي قرب المسافات جدا وخلى الناس كلها لسه هسألك السؤال ده، انت شايف ان السبب في اللي بيحصل ده ان السوشيال ميديا خلت الناس لازم تتدخل في حياه كل النهو؟ الحاجات والله مش في كفنانين بس. بقول لك لسه حتى كنت بتكلم في الموضوع ده، في كاس العالم انت بقالك 28 سنه ما وصلتش، واللعيبه دي وصلتك كاس عالم، نسيت انت كل ده في شهر لما في المجموعه عملوا ماتشات وحشه. طب انا لو كنت خيرتك من الاول نوصل ونعمل ماتشات وحشه ولا ما نوصلش خالص؟ لا ماتش نرجع كان هيقولوا كده. فانا بقول لك هي الدنيا الناس بقت اجريسيف قوي، مش الناس كلها يعني بصراحه. الناس يعني لما قلت كومنت زي ده في ناس كتير جدا دفعت عني، او الاغلبيه 90%. طبعا. انما الناس الثانيه في ناس بتبقى قاعده اصلا لا شافت فيلمك ولا تعرف مين بتنتقد وقاعده على الكنبه، هو سامع شويه قصص من بره كده، يلا نشتم من فهمي، يلا نشتم مش عارف مين، لا هرد عليك لو جيت في وشي. جراء حلوه. بس اقول لك حاجه، لو على الفيلم، لو رايه في فيلمي بيقول مثلا الكويسين وحش او الحرب العالميه وحش، هتحترم وجهه نظره في الشغل؟ اقول له على راسي وحش في ايه واسمعك وكل حاجه. لكن انت يعني حاجه خاصه، الحاجه الخاصه دي مالكش دعوه الا لو حاجه اخلاقيه بقى. مالكش دعوه. انت قلت له ما مسكتونيش في شقه انا بتجوز. طيب انت خدت بالك من حاله البلبله شويه اللي حصلت على السوشيال ميديا؟ ازاي احمد بيقدر يعني يترن اوفر كده بسهوله ويهيل وكده؟ كنت بتضحك من الكومنت دي؟ طبعا، لان هم ما يعرفوش الداخليات ايه، ما يعرفوش هو اللي بيوصل لهم وقت اعلان جوازي او طلاقي او ارتباطي، ما يعرفوش تفاصيل ما يعرفوش الحكاية. امتى وفين وازاي؟ حد يعرف تاريخ حاجه؟ لا. طيب بالظبط. بس طب احنا عايزين نعرف بقى القصه بتاعتك انت وهنا كده بدات. قصتي انا وهنا كانت صدفه بحته يعني، انا كنت مقرر بصراحه. لا وشك نور وانت بتتكلم في الحته دي، قال لنا كلام دلوقتي عشان انا موضوع انا ده كان والله العظيم ما كانش في الحسابات لا عندي ولا عندها خالص. انا وهنا اصلا ما نعرفش بعض كويس يعني، ما اشتغلناش مع بعض قبل كده ولا اتقابلنا حتى في خروجات ولا اي حاجه. تمام. اول مره اشوفها كان العرض الخاص بتاع حرب كرموز. فدخلنا سلمنا على بعض عادي، ومش فاكر انا كنت بقول حاجه كده، فهي ضحكت فكلمنا بس وخلاص ومشينا. رحنا قعدنا مع ناس اصحابنا في وسط ناس كتير ما اتكلمناش برضو. وبعد كده التعارف جه عن طريق بقى كان علي ربيع، هو هي وعلي صحاب جدا تمام. فانا كنت رايح بالصدفه مكان يعني اقعد، هما كانوا موجودين في المكان، فتقابلنا وسلمنا. تاني مره مع كريم عفيفي برضو قعدنا. ده مسرح مصر بقى هو اللي جوزكم كده؟ هو اللي جوزنا مسرح مصر. فبدا الموضوع يجي ان احنا بقينا اصحاب. بعد كده مامتي ومامتها بقوا اصحاب برضو، فالدنيا مشيت بسرعه. وهو ربنا يعني كان عايزنا. الحمد لله يعني، وحاجه مبسوط بيها قوي يعني. ربنا يسعدكم يا رب ويخليكم لبعض. ايه بقى اللي انت شفته في هنا ما لقيتوش في اي حد تاني؟ انا قلت قبل كده انا هنا مشكله ايه، انا حتى اول ما اتعرفت على هنا اول اسبوعين انا قلت دي يا اما طيبه قوي يا اما بتشتغلني، ما هو فيش حد عامل كده. فانا ما اعرفش، انا ما كنتش اعرفها. فلما لقيتها شخصيه عامله كده، فانا ما تتشد الشخصيه عامله كده، وبعدين مش طيبه مثلا، وايه ما بتعرفش تهزر وما بتعرفش تتكلم معاها في موضوع كل حاجه. فحسيت ان انا حتى امي ساعتها قالت لي بص انت لو ما جريتش وراها اصلا يبقى ربنا مش كاتب لك رزق في حياتك. شوف الكلام الحلو ده بقى. الامهات بعدهم وجهه نظر. فيعني حتى اهلي كلهم من اول والله العظيم مره شافوها، كريم اخويا، مراته، امي، كل الناس. يعني كريم قال لي بص اهي دي بالذات بقى لو زعلتها غالبا كلنا هنقطعك فعلا. يعني ده كان كلام بيتكلم بجد، ما كانش بيهزر. عندها دفاع قوي، بقت ذكيه. ايه اكتر حاجه بتحبها فيها غير الطيبه في طباعها؟ بص هي بصراحة دي تحسب لمامتها جدا يعني، هي متربية قوي يعني، متربية بجد
يعني عارفه لما حد بيتكلم بالبلدي كده تقول لك في حد هيصونك، هو دي اكتر بالزبط. حد انا شفت كده. وبعدين هي ما اجبرتنيش ان انا احبها، يعني في الاخر مثلا انت ممكن تتشد البنت عشان شكلها، انا زي القمر طبعا. بس في الاخر انا عارف شكلها من التلفزيون فده ما شدنيش، لان انا عارف اصلا يعني. بس ان شخص يجبرك ان انت تحبه في فتره قصيره، حتى لما الناس كانت بتنتقد يعني ان الفتره مش طويله، لا هو انا مش محتاج اكتر من 3 4 ايام عشان احب انا بس. ربنا يخليكم لبعض. عايزين نكلمك بقى كانك راجل مصري اصيل عادي بقى، احكي لي. طبعا الرجاله كلها معدتها مهمه، لازم ياكلوا عشان ايه جوازتك. ما جربت اكل انا ولا لسه؟ ما تعرفش تطبخ يا رب. اوبا هعلمها على ايدك كده بالراحه. انت بتعرف تعمل اكل ولا ما لكش؟ انا ما فيش حاجه خالص، ما اعرفش اعمل سندوتشات لنفسي يعني. يعني هتبعت تجيبوا اكل من ايه يعني؟ هنتصرف. مامتها هتبعت لنا بقى، ساكنه جنبي انا. معونات دي على فكره بتظبط الدنيا جامد. طيب انتوا هتتجوزوا امتى؟ مفروض قريب يعني. ان شاء الله قريب يعني. نفرق. مش هتقولي تاريخ؟ والله لسه مفيش تاريخ محدد، بس هو قريب يعني ان شاء الله. فاكر لما رحت تتقدم لها اول حاجه مامتها قالتها لك كانت ايه؟ لا هو اصلا امي وامها قرروا ان احنا نتجوز من غير ما احنا نبقى يعني احب يعني انا. كنا في عزومه كلنا اصلا، وبصينا لقينا امي وامها بيقروا فاتحه يعني اصلا بابا. فلو احنا جايين معاكي خلاص كده ولا كده احنا قررنا يعني. اما بتشوف الناس قاعدين مركزين قوي مع الوسط، ومين اتجوز ومين طلق ومين اتجوز ومين خلف ايه ومين عمل ايه ومين كان متجوز مين، انت بتحس بايه يعني؟ بيبقى رياكشنك يعني قرف. والله العظيم قرف، حاجه مقرفه، لان محدش يتقبل ان حد يركز في حياته بالطريقه قرف. والله العظيم قرف. انا بقول لك الكلمه بمنتهى الصراحه، المفروض ما اقولش كلمه قرف دي، بس انا بقول لك ده حاجه مقرفه والله العظيم. انت ايش عرفك ظروف الناس ايه وحياتها ماشيه ازاي؟ انت دخلت معاهم بيوتهم، انت عارف هما بيفكروا ازاي، انت عارف النوايا عامله ازاي. لا طبعا. احنا لو دورنا في عيله كل واحد من اللي بيتكلم هتلاقي بلاوي زرقاء، والله العظيم بلاوي زرقاء. مين عندنا يعني مين فينا ما عندوش بلاوي؟ الدنيا ماشيه كده مع الناس كلها، كلنا اصلا، مش هقول لك حد بس طبعا. في الاخر احنا فعلا تحت ضغط رهيب دايما، احنا ولاعيبه الكوره والسياسيين والناس اي حد تحت الضوء يعني طبعا.